مصير الشعب لكي نعطي آراءنا للوزراء والمديرين. عندما كنا في حظر التجول يعني كنا في المنازل نتكلم عن ماذا حصل بنا بكورونا. هناك أطفال كثيرون لم يكن لهم الفرصة لكي يدرسوا، ولم يكن أيضا هناك الآباء أيضا خرجوا من العمل أيضا. وعندها أيضا اليوم نقول آراءنا ماذا حدث لكي إن شاء الله نطور ماذا فعلت بنا كورونا إن شاء الله. هذا كله سيطورون ماذا كان ينقصنا نحن.